بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، فوائد القسط الهندي وللتذكير، فقد أدرجنا فيديوهين اثنين عن القسط الهندي في القناة، سنضع لكم رابطهما في صندوق الوصف أسفل الفيديو لمن يود الاطلاع عليهما. باختصار، إن القسط الهندي يعمل على تطهير المعدة من الميكروبات والجراثيم نظرا لاحتوائه على مواد مطهرة مثل الهيلينين وحمض البنزوات المقاومة، كما يساعد في علاج أمراض الجهاز الهضمي وتنظيم عملية الهضم. ويساعد القسط الهندي في علاج ضيق التنفس والسعال المزمن عن طريق طحنه وتناوله كشراب أو غليه والتبخير به، كما يساعد في علاج الربو ويذيب البلغم ويقي من أدوار البرد والإنفلونزا. أيضا يساعد في علاج الصداع المزمن ويخفف من حدته، كما يعمل على تخفيف التوتر والقلق ويساعد في الاسترخاء، كما أنه يعالج حالات الأرق المستمرة. يساعد أيضا القسط الهندي على تخفيف آلام المفاصل وآلام الظهر والفقرات، كما يساعد في علاج الشلل النصفي ويقي من الإصابة بأمراض القلب والسكتات القلبية وتصلب الشرايين، كما يقي الكبد من الأمراض. وهو من النباتات المفيدة جدا للبشرة، حيث يعمل على توحيد لون البشرة ويزيل الخلايا الميتة ويساعد في تجديد الخلايا، كما يعالج حب الشباب وآثارها، كما يعالج الهالات السوداء تحت العين، ولديه قدرة على التخلص من آثار الحروق والجروح، ويعالج أيضا الكلف ويعالج الدمامل. كما يساعد القسط الهندي على إذابة الدهون من الجسم وإنقاص الوزن الزائد عن طريق طحنه وغليه وتناوله كمشروب يومي قبل الإفطار بساعة، ويعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم. طبعا مثل ما ذكرنا انه في فيديوهين على القناة من عن القسط الهندي وبشكل مفصل، وطبعا الروابط في اسفل الفيديو في صندوق الوصف. مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية. حبيبنا، ما هو رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع؟ وإذا في أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا. منرحب بزوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة. إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.